السيد الرئيس تبادل بالمناسبة أطراف الحديث مع الأسرة الإعلامية التي حضرت الحفل من صحفيين تركوا بصمتهم في حقل الإعلام الهادف والبناء، وكذا أسماء شابة من مختلف وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، وأساتذة وأكاديميون ومختصون في المجال. رئيس الجمهورية تناول في حديثه مع الإعلاميين واقع الإعلام في الجزائر والتحديات والرهانات التي يواجهها.